باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحرية في هذا الصوم المقدس في الحد السادس، هو حد التناصير أو حد المولود أعمى. زي ما قلنا إن في أفكار كتيرة جدا وتأملات كتيرة جدا ودروس كتيرة جدا إحنا داخلين، بس أحد دروس الحرية في هذا الصوم المبارك. المسيح عايز يحررنا من العمى، والعمى مش ان انا شايف بعيني دي ولا لا. يرينا القديس اثناسيوس الرسولي في كتابه ضد الوثنيين وفي كتاب تجسد، ان عندنا عين داخليه بتنطفي لما تنفصل عن مصدر الحياه ومصدر النور اللي قال انا هو النور الحقيقي. المعجزه هي معجزه خلق، الراجل ده مولود من غير عينين، ويمكن اكون انا او انت او انتي النهارده بلا عينين، بلا عينين روحيتين، مش قادرين نشوف العمل الإلهي، مش قادرين نشوف الحضور الإلهي في حياتنا، مش قادرين نتعامل مع كلمة الله على أنها لها سلطان إلهي. يقول لنا كده سفر الجامعة: وحيث كلمة الملك هناك سلطان. السلطان ده لسه مش في حياتي، لأن عيني الداخلية، عيني الروحية مطفية. المسيح يقول أنه قادر يخلقها، عشان كده هو عايز يدينا حرية من الظلمة. الرجل دوت المولود أعمى في أول القصة أو في أول المعجزة، تلميذ بيتكلموا: أخطأ هذا أم أبواه؟ المسيح قال لهم: ولا ده ولا ده. ممكن يكون عندي مشكلة، لكن هذه المشكلة تقول في الآخر لمجد الله. قال لهم كده إن ده حاصل لكي تظهر أعمال الله فيه. مات لعازر، قال لهم نفس الكلام، أنا إنه مات عشان أنتوا لكي تؤمنوا. كل حاجة ليها قصد إلهي رائع، حتى لو إحنا مش قادرين نعيه أو مش قادرين نشوفه. المسيح عمل معجزة وخلق من الطين عين وقال روح اغسل عينيك في بركة سلوام. الناس هاصت بعديها بعد كل معجزة، ويقولنا كده الكتاب الناس اختلفوا وكان بينهم انشقاق. عدد 16 يوحنا 9، انشقاق على ايه؟ ده الرجل المولود اعمى فتح، لم نسمع ان في واحد مولود اعمى فتح. بقت المشكلة اللي فتح له عينه ده يوم السبت خاطئ ام لا؟ ده عمى ولا مش عمى؟ لو لحد دلوقتي انت او انت عمال تقلب في الناس، عمال تدين في الناس، ده عمى ولا مش عمى؟ لكن الكتاب بيأكد انه جابوا ابواه، وابواه كمان خافوا، لان اليهود قرروا اللي هيقول ان ده هو المسيح يخرج خارج المجمع. قالوا ان اللي احنا نعرفه ان الرجل ده ابننا. طب ده برضو عمى ولا ده عين مفتحه؟ حتى مش قادر تقول ان ده ابني وفتح. لكن قالوا كده احنا ما نعرفش فتح ازاي، الناس كلها عرفت ان المسيح فتح عينه. يسألوا الراجل اللي فتح: هو الراجل ده فحيح فتح عينيك؟ طيب اخاطئ الراجل ده مش خاطئ عشان بيعمل لك كده يا مستر؟ رجع في الاخر قال لهم مش عارف. اخاطئ هو لست اعلم، انما اعلم شيئا واحدا، اني كنت اعمى والآن أبصر. لما بص على الحق، في حقيقة واحدة: كنا أموات والمسيح جاء لكي يبيد الموت. كنا نحيا في الفساد وجاء المسيح ليبيد الفساد. شتموه وقالوا له أنت تلميذ هذا، وإحنا أولاد موسى، إنما أنت مش عارفين أنت جاي منين. الرجل يتعجب لأن عينه اتفتحت، عينه الداخلية مش عينه البشرية بس. يقول لهم: نعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. طردوه، ولما طردوه سمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب: ومن هو؟ قال له: الذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له.
يمكن تطرد لما عينك تفتح، يمكن تضطهد لأن عينك مفتحة، لكن صدق أن يسوع واقف على الباب، وجده، أخرجوه خارجا فوجده لكي ما يتمتع بعلاقة حرية كاملة، علاقة حب وشركة خاصة مع الإبن يسوع المسيح. الرب معكم ويفتح عيوننا باستمرار لنرى مجده.